والله هو انا ما يعني ما فيش انتقاد عليا لان الاغنيه بتاعتي واتسربت، فايا كان مين كان السبب او مين سربها دي طبعا حاجه زعلتني وقتها، بس بحاول اتلاشى ده واتبسط بنجاح الاغنيه. الاغنيه كلها اتسربت بصوت روبي، وبعدين المنتج وليد منصور قفلها لان هي هو بيمتلكها، فكانت صدفه غريبه بس انا ما اعتقد انها مش صدفه يعني. الحقيقه هو الخلاف مش مع روبي اصلا، انا كلمت وليد ووليد الحقيقه ما اتاخرش ابدا، قفل الاغنيه وهو كانش طبعا ليه يد في اي حاجه.